السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو إن شاء الله صفحة رقم 11، هي تتمة ديال الدرس الجمع والطرح والضرب في كتاب الجيد في الرياضيات المستوى الرابع. إذا غادي نكملو. أتمرن 4 أنجزو، 8 رقم 4 أنجزو ما يلي. إذا عندي عمليات موضوعة غادي ننجزوها. بطبيعة الحال فإننا كنبداو من الوحدات من اليمين. إذا عندي 17 زائد 2331 زائد 208. إذا دائما نبدأ من الوحدات. عندنا 7 زائد 1 8 زائد 8 16. كنكتب الستة وأحتفظ بالواحد. 1 زائد 1 2 زائد 3 5. أكتب 5. 3 زائد 2 5 و 2 زائد لا شيء أو زائد صفر 2. إذن الخارج هو 2556. نمر إلى العملية الثانية. عندنا 721 زائد 3988 زائد 2865. دائما نبدأ بالوحدات. 1 زائد 8 9 زائد 5 14. إذن نكتب الأربعة ونحتفظ بالواحد. 1 زائد 2 3 زائد 8 11 زائد 6 17. إذا نكتب السبعة ونحتفظ بالواحد دائما. 1 زائد 7 8 زائد 8 زائد 9 17. 17 زائد 8 25. إذا نكتب الخمسة ونحتفظ بالاثنان. 2 زائد 3 5. 5 زائد 2 7. إذا الخارج 7574. نمر إلى العملية الثالثة. إذا عندي 5004 زائد 1299. إذا 4 زائد 9 هي 13. كنكتب 3 ونحتفظ بالواحد. 1 زائد 9 10. كنكتبو 0 وكنحتفظو بالواحد. 1 زائد 2 3 و 5 زائد لا شيء 5. العملية الرابعة. إذا عندنا 3 زائد 7 هي 10. كنكتبو 0 كنحتفظو بالواحد. 1 زائد 1 2 زائد 0 2. 5 زائد 8 13. غادي نكتبوها كاملة حيت صافي سالينا العملية. إذا الخارج هو 1320. دابا رقم 5 أضع وأنجز ما يلي. إذا عندنا 3251 ناقص 794. دائما كما كنشوف هنا عندي العدد الكبير هو الأول، كنبدا به على اليسار عاد ناقص العدد الثاني كيكون صغر منه دائما في العملية ديال الطرح. نبدأ من هنايا. 9008 ناقص 2569. إذا غادي نكتب 9008 ناقص 2569. إذا غادي نكتب 9 ثم 6 والخمسة والاثنان. دائما كنحرصوا على أننا نكتب الوحدات تحت الوحدات، العشرة تحت العشرات، المئات تحت المئات، الآلف تحت الآلف دائما تساوي. إذا عندنا 8 ناقص 9. 8 بطبيعة الحال ناقص 9 لا يمكن. علاش؟ لأن 8 صغر من 9، ما يمكنليش ندير 8 ناقص 9 وهي صغر منها. إذا شنو كندير؟ كنضيف واحد العشرة هنا وكنضيف هنا 10. هنا هادي كتقرا ليا 18، هادي كتقرا ليا 7. 6 زائد 1 7، لأن هادي 6 د العشرة زدت لها 10 وحدة هي 7 د العشرات. هنا 8 ديال الوحدات زدنا لها 10 ديال الوحدات هي 18. إذا عندي 18 ناقص 9 وهنايا 0 ناقص 7. إذا 18 ناقص 9 فهي 9 تساوي 9. 0 ناقص 7 لا يمكن لأن 0 راه صغر من 7. إذا كنضيف هنايا 10 وتا هنا كنضيف 10. هادي كتقرا ليا 10 وهادي كتقرا ليا 6. إذا عندي هنا 10
ناقص 7 هي 3، وهنا عندي 0 ناقص 6، إذن لا يمكن لأن 0 صغر من 6، إذن كنزيد هنايا 10 وهنا كنزيد 10. 10 ناقص 6، 10 ناقص 6 تساوي 4، وعندي هنايا 9 ناقص 3، 9 ناقص 3 هي 6، إذن الخارج هو 6439. نمر إلى العملية الثانية، إذن عندي 8300 ناقص، نبدأ من الوحدات دائما ناقص، إذن ندير الخمسة هنايا تحت صفر، السبعة هنا والتسعة تحت الثلاثة، دائما نبدأ بالوحدات باش ما نخطأش، تساوي إذن عندي صفر ناقص خمسة لا يمكن لأن صفر أصغر من خمسة، إذن سأضيف عشرة هنا وهنايا، هذه كتقرا لي 10 ناقص 5 هنا 0 ناقص 8، اذا 10 ناقص 5 هي 5، 0 ناقص 8 لا يمكن لان 0 صغر من 8، اذا كنزيد هنا 10 وهنايا 10، اذا 10 ناقص 8 هي 2، 3 ناقص 10 لا يمكن، اذا كنزيد هنايا وتحت 8 ايضا كنزيد هنايا واحد الواحد، إذن هذه كتقالي 13 ناقص 10، 8 ناقص 1، 13 ناقص 10 هي 3، و 8 ناقص 1 هي 7، الخارج هو 7325. نمر إلى العملية الثانية الثالثة، عفوا 3251 ناقص 794، إذن غادي نكتبو العملية، نبداو بثلاثة آلاف ومئتان وواحد وخمسون، إذا غادي نكتب ثلاثة آلاف ومئتان وواحد وخمسون ناقص 794، إذا الأربعة تحت الواحد، التسعة تحت الخمسة، والسبعة تحت الاثنان، إذا غادي نكتبو، إذا عندي واحد ناقص أربعة لا يمكن لأن واحد صغر من أربعة، إذن سأضيف هنايا 10 وهنا 10، 11 ناقص 4 إذن تساوي 7، 5 ناقص 10 لا يمكن لأن 5 أصغر من 10، إذن غادي نضيف هنايا وهنايا، هذه غادي تولي لي 15 غادي تولي لي 8، 15 ناقص 10 5، 2 ناقص 8 لا يمكن، إذن غادي نضيف هنا وتحت 3 بطبيعة الحال، إذن 12 ناقص 8 هي 4، 3 ناقص 1 2، إذن الخارج هو 2457، هذا هو الخارج. دابا 80 رقم 6، 80 رقم 6 أضع وأنجز ما يلي، عندي عمليات ديال الضرب سنضعها وننجزها، إذن عندي 54 في 3 تساوي، إذا 3 في 4 دائما كنبدأ بالوحدات، 3 في 4 12، كنكتب الاثنان وكنحتفظ بالواحد هنا فوق الخمسة، 3 في 5 15 زائد 1 16، خارج 162. دابا 107 في 7 تساوي 7 في 7 49، كنكتبو 9 وكنحتفظ بالأربعة، 7 في 0 هي 0، أي عدد ضربناه في 0 كيعطينا 0، 7 في 0 0 زائد 4 تساوي 4، 7 في 1 7، إذن الخارج هو 749. العملية الثالثة 257 في 9 تساوي، إذن عندي 9 في 7 فهي 63، كنكتب 3 وكنحتفظ ب 6، 9
تسعة في خمسة 45 والستة 51 كنكتب الواحد وكنحتفظ بالخمسة. تسعة في اثنان 18 زائد خمسة 23 كنكتبها كاملة. إذن الخارج هو 2313. دابا نمر إلى التمرين رقم 7. أحسبوا المبلغ الذي تمثله الأوراق النقدية التالية بكتابة ضربية وجمعية. إذن عندي هنايا هاد الأوراق النقدية، هنا كنلاحظ بأن عندي 200 درهم، 200 درهم، 200 درهم، هنا 200 درهم، هنا 100 درهم، هنا 100 درهم، هنا 50 درهم، وهنا 50 درهم، هنايا 20 درهم. إذن غادي نبدا. عندي 200 درهم شحال من مرة؟ 1 2 3 4، يعني 204 ديال المرات. إذن فهي 200 × 4، 204 ديال المرات. ومية عندي 2 المرات، إذن هي 100 × 2 مرتان. وخمسين حتى هي 2 ديال المرات، يعني 50 × 2 وعشرين مرة واحدة. 20 × 1 هي 20، 20 مرة واحدة. إذن هذا التمرين رقم 7. دابا التمرين رقم 8، أضع وأنجز ما يلي. إذن عندي 2300 زائد 5700، غادي نوضعوا هذه العملية هذه عمودية ونخرجوها. إذن عندنا 2300 زائد 5700 إذن كنوضعوها. إذن عندي 0 زائد 0 0 0 زائد 0 0، 3 زائد 7 10، كنكتب 0 وكنحتفظ بالواحد. 2 زائد 1 3، زائد 5 8. إذن الخارج هو 8000، كنكتبو 8000. العملية الثانية 5700 زائد 2300، نفس الأعداد، غير هاد هنا بدينا ب 2300، هنا بدينا ب 5700، يعني هاد الأعداد اللي عندي هنايا هما هادو، غير الترتيب اللي نبدل، هادي رجعت هنا وهادي رجعت هنا، يعني غير الترتيب اللي نبدل. إذا غادي نوضع العملية كذلك. إذا عندنا 5700 زائد 2300، ترتيب فقط هو اللي تبدل لنا. إذا عندي 0 زائد 0 0 0 زائد 0 0، 7 زائد 3 10، كنكتب 0 وكنحتفظ بالواحد. 5 زائد 1 6، زائد 2 8، نفس الخارج هو 8000. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن إذا 2300 زائد 5700 هي نفسها 5700 زائد 2300، أي أن المجموع لا يتغير. ألاحظوا أن المجموع لا يتغير إلا بدلنا الترتيب، يعني إلا بدلنا الترتيب ديال الأعداد، المجموع لا يتغير. نمر إلى التمرين رقم 9. أضع وأنجز ما يلي. إذن هنا عندي 1040 زائد 160 زائد 208. هنايا كنلاحظوا بأن راه نفس الأعداد اللي عندي هنا، 1040 1040، 160 160، 280 280، فقط الوضع ديال الأقواس هو اللي بدل لنا، هو اللي بدلنا الوضع ديال الأقواس. إذن غادي نحسب 2040 هي الأولى زائد 160، غادي نحسب هذه، وداك الخارج اللي خرج لي غادي نزيد عليه 280. إذا غادي نحسبها، عندنا 1040 زائد 160 إذن عندي هنا 0 زائد 0 0، 160 خصني نزيد هنا واحد، 0 زائد 0 0، 4 زائد 6 10، كنكتب 0 وكنحتفظ بالواحد. 1 زائد 1 2، و1 زائد لا شيء 1، 1200.
إذا هنايا هادي زائد هادي عطاتني ألف ومئتان، غادي نزيدها على 280. إذا باش عاد يخرج لي الخارج النهائي، إذا ألف ومئتان غنزيدها على 280. تساوي صفر زائد صفر صفر، صفر زائد ثمانية ثمانية، اثنان زائد اثنان أربعة، واحد زائد لا شيء واحد. 1480 هذا هو الخارج، إذا تساوي 1480. دابا العملية الثانية، عندي 1040 زائد 160 زائد 280، إذا غادي نكتب 1040 هي الأولى، و 160 زائد 280 غادي نحسبها وعاد نزيدها على 1040، إذا غادي ندير 160 زائد 280 تساوي، عندي صفر زائد صفر صفر، ستة زائد ثمانية أربعة عشر، صفر زائد صفر صفر، ستة زائد ثمانية أربعة عشر، كنكتبو الأربعة كنحتفظو بالواحد، واحد زائد واحد اثنان زائد اثنان أربعة، إذا هي 440، إذا 1040 زائد 440. دابا هادي غادي نحسبوها 1040 زائد 440، إذن عندي 1040 زائد 440 تساوي، إذن صفر زائد صفر صفر، أربعة زائد أربعة ثمانية، صفر زائد أربعة أربعة، واحد زائد لا شيء واحد. 1480، إذا الخارج هو 1480. إذا ماذا نلاحظ؟ أن لهما نفس المجموع، يعني هذا المجموع هذا ما كيتغيرش، واخا كنغيرو الوضع ديال الأقواس فالمجموع لا يتغير إذا غيرنا الوضع ديال الأقواس. إذا ألاحظ أن المجموع لا يتغير تن. دابا غادي ندوزو للتمرين رقم 10. التمرين رقم 10، اكتشف الخطأ في كل عملية واصححه. هنا عندي عمليات خاطئة غادي نصححها، هنايا غادي نشوف الخطأ بعدا فين هو وعاد نصحح العملية. اذا شنو عندي هنا؟ عندي 2 زائد 8 تساوي 10، كتبنا صفر خصنا نحتفظوا بالواحد، هنا ما حتفظناش بالواحد، كتبنا 10 كاملة، كتبنا 10 كاملة ودرنا 4 زائد 4 هنايا الخارج ديالها 8، و 6 زائد 3 الخارج هو 9. إذا هذه فهي عملية خاطئة، لأننا كتبنا المجموع ديال 2 زائد 8 كتبناه كامل، كان خصنا نكتبو الصفر ونحتفظو بالواحد. إذا هنايا غادي نصححوها، 2 زائد 8 تساوي 10، كنكتب الصفر وكنحتفظ بالواحد. 1 زائد 4 8، واحد زائد أربعة خمسة، خمسة زائد أربعة تسعة، وستة زائد ثلاثة تسعة، إذا الخارج هو 990. ندوزو العملية الثانية نشوفو الخطأ فينا هو، عندي هنا ثمانية ناقص ستة اثنان، هذه صحيح نعم، واحد ناقص اثنان، إذا واحد ناقص اثنان هنايا شنو خصنا نديرو؟ خصنا ندير الاحتفاظ، نزيد عشرة هنا وهنايا، إذا 11 ناقص 2 9، هذه صحيح، 0 ناقص 8 لا يمكن، غادي نزيد هنا 1 وهنا 1، إذا هذه كتقالي 10 ناقص 8، 10 ناقص 8 هي 2. هنا الخطأ اللي داروا هما أنهم ما هبطوش هنايا هذيك، ما داروش ما زادوش الاحتفاظ، يعني خلاوها 10 ناقص 7 3، هذا هو الخطأ. فين كاين؟ كاين هنا الخطأ فهاد الاحتفاظ هذا ما كاينش، اذا غادي نصحوها هنايا، 8 ناقص 6 2، 1 ناقص 2 لا يمكن، اذا كنضيف هنا وكنضيف هنا حدا 7، اذا 11 ناقص 2 9، 10 0 ناقص 8 لا يمكن، كنضيفو هنايا 10 وهنايا،
إذن 10 ناقص 8 هي 2، 2 ناقص 1 هي 2. إذا الخطأ كان هنا في هاد الثلاثة، هذا هنايا كان الخطأ. دابا هنايا العملية الثالثة، غادي نشوف الخطأ فين كاين. عندي 2 في 5 10، كتبنا الصفر وخصنا نحتفظو بالواحد هنايا، هنا خصنا نحتفظو بالواحد. 5 في 9 45، والواحد 46، كنكتب 6 وكنحتفظ بالأربعة. 5 في 4 20، والأربعة 24. إذا الخطأ اللي كان هنايا هو أنهم نساو ديك الأربعة ديال الاحتفاظ، دارو غير 5 في 4 20 وكتبوها هنايا ونساو ما زادوش الاحتفاظ ديال الأربعة. إذا غادي نصحوها، عندي 5 في 2 10، كنكتب الصفر وكنحتفظ بالواحد. 5 في 9 45، والواحد 46. 5 في 4 20، والأربعة 24. صافي، هكايا كنكونو سالينا الصفحة رقم 11 إلى حصة مقبلة إن شاء الله.